إنها لسعادة عامة أن نحتفي بكم اليوم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء السفارة الجزائرية. نحتفي في هذا اليوم التاريخي العظيم، اليوم الذي اندلعت فيه ثورة عالمة كبرى ازدت العالم واسمعت الدنا. انه يوم ثورة اول نوفمبر من سنة 1954، يوم اعلن فيه طليعة ثائرة من ابناء الجزائر المباركة عزمها على خوض معركة الكفاح المسلح بكل ما يتطلبه الجهد والبذل وتضحيات الجيران. قدم فيها شعبنا الابي قوافي من الشهداء بلغت مليون ونصف مليون من شهيد. علاقه متميزه، تعاون على كل المستويات وتشابك في العلاقات. ونحن نهنئ شعبنا الجزائريين بهذه المناسبه العظيمه ونركز على مصيرنا واحد والتحديات واحدة، ولم نتأكد ولم نستعجل